سيما متحف الطفل من أهم الأماكن اللي بتقدم اهتمام غير عادي للأطفال، ورغم مرور كل السنين ده على إنشائه ولأن لحد النهاردة لسه في ناس كتير ما تعرفش تفاصيل عنه، فإحنا عايزين نعرف أصلا هو الهدف من إنشاء المتحف كان إيه؟ هو طبعا المتحف كفكرة بدأت من منتصف الثمانينات على أساس أن يبقى في مصر مركز أو متحف للطفل يهتم بتقديم الثقافة والحضارة والفنون والإبداع للطفل المصري. وبالفعل فتح المتحف في البداية في منتصف التسعينات، وفعلا كان يعني اكتملت الفكرة فيه وبيأدي هذه الخدمة للأطفال، إلا أنه في منتصف التمينات روعي أن المتحف بالإقبال الكبير اللي عليه لازم يتوسع أكبر ويقدم خدمات مرتبطة بالتقدم اللي حاصل في التكنولوجي اللي ممكن تخدم وتساعد في التعريف والتثقيف في الأطفال بشكل أكبر. وبالفعل تم التطوير في 2008 وافتتح في 2012 بعد هذا التطوير. المتحف بيقع على مساحة 13 فدان، مساحة كبيرة يا دكتور أسامة. طبعا لأن المساحة مهمة جدا، لأن المتحف مبني على التعلم واللعب، فاللعب ده محتاج مساحات، لأن المساحات بالنسبة للأطفال هي اللي بنطلق فيها وممكن نأدي فيها خدمات وأنشطة متنوعة في مساحات مفتوحة، وده الهدف ان المكان بالحجم او المساحه دي. كمان ان الوحدات المكون منها المركز هي المتحف والمكتبه والسينما والمسرح، غير مواقع الانشطه ومناطق الالعاب، فاصبحت المنظومه متكامله. وكمان تم تطوير الخدمه نفسها، لان الخدمه نفسها في المتحف تقدم على خدمه تفاعليه مرتبطه باهتمام الاطفال بالتكنولوجيا والهندس اون، كل حاجه متاحه. وكمان البرامج بتتطور على اساس انها بتخدم الفئات العمريه المختلفه، احنا بنشتغل من 4 سنين لغايه الاسره، لان احنا مرتبطين مش بالطفل بس، لان كمان مرتبطين باسرته. يعني احنا عندنا من 4 سنين يا دكتور اسامه لحد عمر كام بيقدر الاطفال يدخلوا هنا؟ الاطفال المفتوح من عند 4 سنين، بعد كده 18 19 سنه مع الاسره بقى، يعني بسن الاسره نفسها، فبالتالي بيبقى احنا مفتوحين لكل الاعمار. طيب ده يخليني اسالك، اسعار التذاكر هنا متاحه للجميع دكتور اسامه ولا هي كام؟ لا هي طبعا اسعار متاحه، لان اسعار مش غاليه، احنا عندنا اسعار متفاوته على حسب الخدمه اللي بتقدم او الانشطه المتقدم. بالاضافه برضو لازم نقول ان هناك في خدمات بتقدم بشكل اجتماعي لفئات معينه، احنا بنزور المكان غير رسوم احيانا وبرسوم مخفضه جدا، لان احنا بنخدم اطفال مصر كلهم فمش بنخدم فئه معينه يعني. طيب دلوقتي احنا لو قسمنا كده المتحف اهم الاماكن اللي موجوده فيه والجولات اللي بيجي فيها الاطفال. هو طبعا المتحف بيبدا بجوله في الحديقه، بتعرف من خلالها على التاريخ الحضاري لمصر في عصور قديمه جدا، الشكل البيئي لمصر كبيئه زراعيه كبيئه حضاريه، على السفنه ومصر ما قبل الالفيات 20,000 وشكل الحيوانات اللي كانت بتعيش فيها. وبعد كده بيخوض دور المتحف على اساس ان المتحف مهمته الاساسيه انها بتقدم معلومه مرتبطه باسهامات الحضاره المصريه في العلوم الانسانيه. احنا مش بنقدم كتاب تاريخ وبنقدم ماده تاريخ او ماده اثار فقط، لكن احنا بنقدم البعد الحضاري، يعني ايه العماره، يعني ايه فن، يعني ايه تحنيط، يعني ايه طب، يعني ايه فلك، فهي دي العلوم اللي خد منها العالم النهارده وكان اساسها هنا في مصر. بما اننا في الاجازه كمان دكتور اسامه، فاحنا الاطفال اوقات كتير جدا واهاليهم كمان والاسر بشكل عام بتبقى نفسها الطفل مش بس وقت الاجازه هو وقت الراحه لكن وقت يستفيد بيه برضه، فالمعسكرات الصيفيه هنا يا فندم يعني بتقدموها تقريبا كام شهر في الصيف وبتقدموا فيها ايه بالظبط؟ هو طبعا المعسكر احنا عندنا بنشتغل على 3 مراحل في السنه. بنشتغل على موسم المدرسي طول عام الدراسي، وعندنا في معسكر شتوي في اجازه السنه، وعندنا معسكر صيفي في اجازه نهايه العام. المعسكر الكبير هو معسكر الصيفي على اساس انه بيمتد اكثر من 3 شهور، احنا بنبدا من شهر مايو لغايه شهر 9، يعني حوالي 4 شهور. ففي الفتره دي احنا بنستقبل مجموعه كبيره من الاطفال، لكن بنشتغل على برامج محدده مرتبطه ب اهتمامات الاطفال نفسهم والمهارات اللي هم عايزين يطوروها واللي اكثر ابداعا فيها، فيها فنون، فيها علوم، فيها
تثقيف، فيها ادب، فيها فن، فيها دراما، فيها موسيقى، فيها باليه. حلو قوي. طب دكتور اسامه، المفروض ان ميعاد اصلا يعني متحف الطفل بيفتح من الساعه كام ويتم اغلاقه امتى؟ احنا بنفتح من 9 مساء لغايه 9 صباحا لغايه 11 مساء. المبنى المتحف لغايه الساعه 4، لكن يوم الخميس كمان احنا المتحف مستمر لغايه بالليل فتره مسائيه، على اساس ان احنا بندي فرصه للاسر اللي ما عندهاش امكانيه تزور المتحف بالنهار في ايام الاسبوع، بيبقى عندنا فتره مسائيه يوم الخميس المتحف بيبقى مفتوح فيها، بالاضافه ان كل زياره المتحف بيقدم في مقابلها نشاط مرتبط باهتمامات الاطفال، وهذا النشاط بنحاول ننمي فيه مهارات عندهم، وفي نفس الوقت كمان عشان نظهر الابداعات الموجوده للاطفال. طيب حضرتك عارف ان كل عصر طبعا بيكون ليه متطلباته، يعني مثلا في الثمانينات كان وضع الاطفال المختلف، الالعاب اللي كانوا بيلعبوها، هكذا في التسعينات لحد وقتنا هذا والتطور التكنولوجي الرهيب اللي حاصل دلوقتي. ازاي متحف الطفل بيحاول ان هو يواكب التطور التكنولوجي بالنسبه لالعاب الاطفال وحتى في الانشطه التعليميه المختلفه؟ هو طبعا ده كان احد الاسباب الرئيسيه لتطوير المتحف في الفتره الاخيره، ان ازاي نواكب الاطفال ونواكب التكنولوجي اللي الاطفال فعلا هم حاليا متمرسين فيه، لان النهارده اصبح الموبايل ديفايسز اللي في ايديهم بقت بالنسبه لهم وسيله انهم بيتعرف على العالم كله، في نفس الوقت نقدر نقدم الخدمات. المتحف من جوه زي ما شفتي مبني على التاتش سكرين واجهزه الكترونيه، بيتفاعل مع الطفل، بيجاوب له على اسئله، بيسالوه اسئله، في نفس الوقت بيتعرف على معلومه هو اللي بيبحث عنها، هو اللي بيلاقيها، فده جزء تفاعلي مهم جدا. كمان احنا دلوقتي بنطور كمان على الموبايل ابلكيشن والتطبيقات اللي على الموبايل، ان من خلالها ممكن الاطفال يتعرفوا على المكان من اماكن بعيده، وكمان ممكن نمهده لزيارتهم من خلال هذه التطبيقات الجديده. رغم كل التطور ده دكتور أسامة، إلى أن لحد دلوقتي متحف الطفل مش معروف للقطاع العريض من أطفال مصر، إيه السبب؟ هو طبعا إحنا عندنا أسباب كتيرة، من ضمنها أولا إن إحنا لنا محدودية في العدد، لأن إحنا عندنا كباسيتي طاقة معينة ما نقدرش نتحمل أكتر منها، لأن الطاقة دي مرتبطة بكفاءة الخدمة، لأن إحنا عندنا عدد معين نقدر نستقبله ونقدم له الخدمة الممتازة. لو زاد عن هذا العدد هيأثر تأثير كبير على الخدمة وعلى صيانة المكان نفسه، فبالتالي إحنا مش بنحاول نخلي الكثافة أكبر مما إحنا نتصور، لكن في الحقيقة إحنا بيجينا العدد المطلوب، العدد بيغطي الكثافة بتاعتنا اللي نقدر نقدم له الخدمة المطلوبة له. أخيرا، مدى إقبال الأطفال حياتك شايف دلوقتي عن زمان، وإيه الأطفال أول ما بيجوا بيبقوا يعني منبهرين قوي بيه؟ وبصي، هو ده مرتبط بما احنا بنقدمه الخدمة. اولا الاطفال بشكل عام عشان نتعلم ونزود طفله معلومة لازم تبقى مرتبطة باللعب، لازم نتيح له مساحات كتيرة وقت ان يلعب فيه، وفي وقت وسط اللعب بنقدم له المعلومة، بنقدم له النشاط، فاحنا بنرتبط ارتباط وثيق بان اتعلم والعب، فده الهدف الشعار الاساسي بتاعنا. فطالما بيعرف يلعب هنقدر نديله المعلومات، هنقدر نوصل له الحاجات اللي احنا عايزين نوصله، وكمان نقدر نطلع منه الابداعات اللي موجوده فيه. اكيد طبعا دكتور اسامه، ما بقى ان الشعار الاساسي لمتحف الطفل هو اتعلم والعب، فاحنا هنروح نشوف دلوقتي الانشطه التعليميه والانشطه الترفيهيه المختلفه داخل المتحف. شكرا جزيلا.